أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني: إذا توفي شخص من أقاربنا قمنا بجمع بعض المبلغ من المال لمحافظة ربه. يقول سلمك الله: إذا توفي شخص من أقاربنا قمنا بجمع مبلغ من المال لنحضر به طعام غداء أو عشاء لأهل الميت ومن يأتي عنده من الضيوف، وربما نحضر معهم. السؤال: ما حكم هذا العمل؟ لا يجوز هذا، المبالغات وطلب التبرع من الناس لأجل صنعة عشاء هذا من التعاون على المآتم ولا يجوز. لكن من كان عنده مقدرة ويصنع طعام لأهل الميت، البيت بيت أهل الميت، يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم ويدفعه إليهم، هذا سنة. أما أنه يجمع من الناس تبرعات لأجل عمل عشاء فهذا يؤول إلى الحق ويؤول إلى توسع في هذا الأمر، تكلف ما أنزل الله به من سلطان. هذه سنة إن قدر عليها نفذت، وإن لم يقدر عليها فليست بلازمة حتى يجمع لها التبرعات.